يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقايق اعلان نتائج. بدنا ادوات موسيقيه. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. تحلمين بدك تعمل فرقه موسيقيه وتغزل في هذا الوقت؟ والله انك مجنونه. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمه. ماشي، الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدل. انا لازم اروح مصر، انا لازم اطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. نوزع كل التذاكر. سألوا هان من الساعة 6. الناس صلوا هون على الساعة 6 من يومين. إذن من عندك. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أمل أنت لازم تعرف. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة، ابن فلسطين محمد أسر.